انا لو عندي مشكله مع واحد النهارده ضرب عليا نار او تجاوز معايا او كان النهارده تعامل معايا بشكل معين او مختلف، ملوش دعوه النهارده بالجمهور. الجمهور في المدرجات كان بينادي كويس، يعني عايزين نخرج المحبوسين وكل الكلام ده ماشي، ولكن القصه النهارده يعني مختلفه تماما. دي نجوم نادي الزمالك اهو النهارده برضو بنطير من الزمالك والاهلي ونلف، عمالين نفكر الناس وعمالين نقول للناس النهارده الروح الرياضيه اهم حاجه النهارده، الروح الرياضيه اهم حاجه النهارده. القصه تبقى مختلفه تماما، بكره نشوف لقاء مختلف تماما. اهو جمهور نادي الزمالك، اهو جمهور نادي الزمالك زي ما انتم شايفين اهو مولع المدرجات، ميت عقبه كلها مولعه. برضو النهارده في النادي الاهلي هعرض لكم كمان شويه استاد التتش النهارده مولع، النهارده الجمهور موجود في المدرجات، قولوا زي ما تقولوا. النهارده اي ماتش من غير جمهور ملوش طعم. هو بكره الاهلي والزمالك حلاوته ان الزمالك جاهز والاهلي جاي في الطريق، اخر ماتشين جاريدو النهارده ابتدى يحط رجله مع الفريق، ابتدى يأدي بشكل قوي. يعني النهارده نقول زي ما نقول الزمالك النهارده بكره في مليون حافز. النهارده وراهم مجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور ومكافآت محمد صلاح النهارده وكابتن محمد صلاح كابتن اسماعيل يوسف، عايزين يقولوا للناس احنا اهو ايه الجمهور ده كله، ايه المشهد ده كله، ايه المنظر ده كله، ايه المتعه دي كلها. هي دي الكوره، هي دي الحلاوه في النهايه، هي دي الحلاوه. بلا خروج عن الروح الرياضيه، بلا خروج عن النص، بيندهوا لاعبتهم بس. اهو ممكن تعالوا لنا الصوت بس نسمع بيقولوا ايه، نسمع عمر جابر ده ازاي غازل جمهور نادي الزمالك، ازاي بيلاعبهم، ازاي الجمهور ده هو مكافاه في النهايه ان هي الحاجه الحلوه اللي في الكوره او في الرياضه، هي دي الحاجه الحلوه. الحقيقه رامي النهارده وياسر عاصم دلوقتي بيمتعونا بنروح الاهلي ونروح الزمالك ونلف وكل حاجه معاكم النهارده. عايز اقول لكم ان كمان عندنا حلقه خاصه يوم الجمعه عن مجموعه الرياضيين داخلين انتخابات مجلس الشعب، وهنغطي القصه كلها وهننزل الناس وهنعمل كل حاجه، بس بكره ان شاء الله باذن الله يعدي بشكل طيب، يعدي واحنا رافعين راسنا، يعدي واحنا بنقول ان اللقاء عدى بشكل حلو.